بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن سائر الموجودات بالعقل. نحن إذا قايسنا إنسانا بحيوان نجد أن وظائف الأعضاء متشابهة. الإنسان كالحيوان يحتاج إلى طعام، إلى منام، إلى زواج، إلى مأوى وما إلى ذلك. ولكن الذي ميز الإنسان عن الحيوان هو العقل. الله سبحانه وتعالى حبى الإنسان بهذه النعمة الكبرى، ولأنه حباه بهذه النعمة كلفه. الحيوانات ليس لها تكليف، ما لها واجبات، محرمات، آداب، وإنما الله سبحانه وتعالى أعطاها الغريزة التي بتلك الغريزة تتحرك الحيوانات لجلب المنافع لها ودفع المضار عنها. ولذا الحيوانات من أول يوم خلقها الله سبحانه وتعالى وإلى يومنا هذا هي على كيفية واحدة. هل تغيرت؟ كلا. وهذا التطور الذي الفكرة التي جاء بها داروين هي فرضية باطلة دينيا وحتى علميا، يعني من الجهة العلمية هم لم يتمكنوا من إثبات صحة هذه الفرضية، ومو نظرية، هي مجرد فرضية أصلا. على كل حال، أما الإنسان نجد التطور في حياته في كل الجوانب. لماذا؟ لأن له عقلا، وهذا العقل هو الذي يسبب للإنسان التفكير والفهم والعمل والتطور. ولأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذه القوة كلفه ويثيبه ويعاقبه. في الحديث الشريف، أول حديث في كتاب الكافي الشريف، وهو من أجل الكتب، بل هو أجل الكتب الحاوي لأخبار أهل البيت ورسول الله عليه وعليهم الصلاة والسلام. أول حديث شنو هو؟ أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل
استنطقه فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وبك أثيب وبك أعاقب. يعني في الواقع الإنسان مأمور بالواجبات ومكلف بترك المحرمات لأن له عقلا، والله سبحانه وتعالى يثيبه ويعاقبه لأن له عقلا، بل مقدار الثواب ومقدار العقاب على حسب مقدار العاقل. في حديث شريف أيضا في الكافي أن عابدا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة خضراء نضرة ظاهرة الماء، فمر به ملك، فيبدو أن هذا الملك من الملائكة أعجب بكثرة عبادته وحسن ظاهر تلك العبادة، فكأنه تصور أن هذا العابد له من الثواب الشيء الكثير، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه ثواب هذا العابد، فلما أراه الله سبحانه وتعالى ثواب هذا العابد استقله، شاف ثواب جدا قليل، فسأل الله سبحانه وتعالى سؤال استفهام. الناس قسمين في أسئلتهم، مرة سؤال سؤال استفهام، فد مسألة لا يعرفها، فد قضية لا يفهمها، يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وفي تفسير الآية أن المراد بأهل الذكر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. بعض الأحيان لا، الإنسان سؤاله سؤال تعنتي، سؤال استنكاري، سؤال استهزائي، الإنسان لازم يكون من الصنف الأول، إذا لا يعرف شيئا سؤاله يكون سؤال استفهام مو سؤال تعنت، لأن سؤال التعنت الإنسان ما يستفيد من الجواب، لأنه هو من الأول جاي غالق عقله وفكره على الجواب، وإنما يريد مجرد يستشكل، في حين أن الصحيح أن الإنسان إذا شاف ظاهرة لا يعرفها لا يفهمها يحاول أن يفهمها، إذا رأى حكما شرعيا لا يفهم سبب ذلك الحكم الشرعي. زين كل إنسان هو علامة الدهر ولا هو علوم الأولين والآخرين؟ لا، وإنما الإنسان جهله أكثر من علمه، ولذا الآية تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل رب زدني علما. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول الناس أعداء ما جهلوا، لأنه هو جاهل عقل قليل فيعادي ما لا يفهمه. الإنسان لازم لا يكون من هذا الصنف، إذا شاف له حكم شرعي لا يعرف سبب هذا الحكم الشرعي ليقل إن الذي شرع هذا الحكم هو أفهم مني وفوق كل ذي علم عليم أعلم مني. بس إذا أنا ما افتهمت، هذا مو معناه أن عدم فهمي دليل على بطلان هذا الشيء. إذا واحد منا راح إلى طبيب مريض كان، والطبيب كتب له نسخة أدوية، هسه هذا المريض لا يفهم سبب هذا الدواء، دواء لعله دواء مر ولعله يثير بعض المشاكل، لأنه ما من دواء في الحديث الشريف ما من دواء إلا ويهيج داء، بعض الأدوية لها مضاعفات. زين هسه لأنه هذا المريض لا يفهم من الطب شيئا يقول أنه هذه نسخة الطبيب ما تفيد، وهذا الطبيب ما يفهم، وأن هذا الدواء لك قيمة له. على كل حال، فالملك عندما سأل، يعني هذا الملك من الملائكة، سؤاله كان سؤال استفهامي مو سؤال تعنتي، لماذا ثواب هذا قليل؟ أريد أن أفهم.
فالله عز وجل خاطب أنه اذهب إلى الجزيرة في صورة رجل حتى تعرف لماذا ثوابه قليل. فهذا الملك نزل بصورة رجل في تلك الجزيرة فعبد مع هذا العابد يوما، ثم في اليوم الثاني قال له إن هذه الجزيرة لنزهة، المكان نزه لأنه به مياه كثيرة وأشجار وعلى كل حال ماء وما إلى ذلك. فالعابد قال له إن هذا المكان كذلك، ولكن فيه عيب، وهو أن ليس لربنا حمار حتى يأتي هذا الحمار ويأكل هذا الحشيش اللي موجود في هذه الجزيرة والحشيش ده يضيع. فالملك سأله أوليس لربك حمار؟ ربك ما إلى حمار؟ قال لا ما إلى حمار، لو كان عنده حمار زين كان هذا الحشيش ما يضيع، ينبت هذا الحشيش لطيف ثم بعد فترة ييبس وعلى كل حال لا يستفاد منه. فأوحى الله سبحانه وتعالى لهذا العابد، لهذا الملك، إنما أثيبه بمقدار عقله. صحيح هذا من الصبح لليل مشغول بالعبادة، من الليل للصبح ده يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا عقل له أو عقله قليل، فبمقدار عقله أعطيه الثواب مو بمقدار عمله، لأن العمل بدون الفكر وبدون الفهم وبدون العقل لا قيمة له، وإذا هم إلى مقدار قليل من العقل قيمته قليلة بمقدار عقله. طبعا بين قوسين يبدو أن ثواب هذا العابد هو ثواب دنيوي وليس ثواب أخروي، لأن الإنسان الذي عقيدته في الله كهكذا يتصور أن الله جسم ويركب على حمار، هذا الإنسان في الواقع كافر لا يعبد الله سبحانه وتعالى، وإنما يعبد صنما مثل ذول الوهابيين. هؤلاء في الحقيقة صحيح كل من تشهد الشهادتين هو مسلم، لأنه في الأحاديث المعتبرة كل واحد قال الشهادتين هسه سواء كان يعتقد أو ما يعتقد، إذا ما كان يعتقد فهو كافر باطنا، ظاهر مسلما منافق، والمنافق يحكم عليه بالإسلام ظاهرا، يعني تجوز المناكحة ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه وسائر أحكام المسلمين له، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، لكن هذا في الواقع هو كافر محكوم بالإسلام، فلذا في يوم القيامة يعامل معاملة الكافر وفي الدنيا يعامل معاملة المسلم. فالذي يعتقد بأن الله جسم والعياذ بالله يركب على حمار ينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا في ليلة الجمعة وفي سائر الليالي وأمثال ذلك، هذا الإنسان لا يعبد الله في الحقيقة وإنما يعبد صنما، وعابد الصنم كافر. نعم إذا تشهد الشهادتين في الظاهر يحكم عليه في الإسلام، والكافر لا ثواب في الآخرة له. فهذا الحديث عندما يقول إن هذا العابد كان له مقدار قليل من الثواب، المقصود ثواب، لعله المقصود ثواب الدنيا، لأن الله عز وجل يقول في الآية الشريفة ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. فعموما الله عز وجل قال لهذا الملك إنما أثيبه على مقدار عقله، هذا عقله بهذا المقدار ثوابهم بهذا المقدار القليل، وإذا العمل كان قليل لكن مع عقل كثير الثواب يكون كثير جدا، لأن في الحديث اللي تلوناه أما إني إياك أثيب إياك آمر وإياك أنهى وبك أثيب وبك أعاقب. لذا العاقل في القرآن الكريم في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله إلى قيمة كبيرة جدا، ولكن الذين يريدون تعطيل العاقل يريد المسلمين لا يفكرون لا يستعملون عقولهم، هؤلاء من اليوم الأول حاولوا إلغاء العاقل من الشارع، ولذا من بني أمية بدأ وإلى يومنا هذا العامة لا يعتقدون بالعقل أصلا، العقل عندهم ليس من مصادر التشريع. إحنا عندنا مصادر التشريع
القرآن أولا، وسنة الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ثانيا، والإجماع اللي هو في الواقع الإجماع يرجع إلى السنة أيضا، لأنه يكتشف وجود المعصوم عليه السلام في ضمن المجمعين. والدليل الرابع شنو هو؟ العقل. لكن هم العقل ملغي. قبل سنتين أو ثلاث سنوات عندما الباب تهجم على الإسلام واعتبر الإسلام دين السيف إذا تذكرون، وأنه ليس دين العقل، كلام بالنسبة إلى العامة صحيح، لأن العامة تاريخهم إلغاء العقل وتحكيم السيف. ومع الأسف إحنا ما عرضنا فكر أهل البيت وفكر الرسول الصحيح الذي وصلنا عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام ما عرضنا على العالم، فالعالم ينظر إلى الإسلام من منظار هؤلاء الذين سودوا صحيفة التاريخ بجرائمهم من بني أمية وقبلهم وإلى يومنا هذا. ليش؟ لأنه لم نعرض الإسلام بشكل صحيح على العالم، وهذا صوتنا. والإسلام ما في نقص، إذا أكو نقص فهو من المسلمين. وفكر أهل البيت ليس فيه نقص، إذا أكو نقص هو صوتنا اللي لم نعرض هذا الفكر بأسلوب صحيح للعالم. عد الآخرين متصدرين، الإعلام والكتب والمجلات والجرائد والمواقع في الجامعات العالمية اللي مخصصة للدراسات الإسلامية متصدرين، فلا يعرضون إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله ولا إسلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإنما يعرضون إسلام بني أمية. وبنو أمية أرادوا إلغاء الإسلام، 20 سنة حاربوا الإسلام، فلما فشلوا في محاربته عسكريا دخلوا في الإسلام ظاهرا، ولكن في الواقع حاولوا نسف أسس الإسلام. وهكذا فعلوا وجعلوا ووضعوا الأحاديث وكذا، لهذه الأحاديث الآن يمكن أنتم أكثر من تسمعونها من الإذاعات على كل حال الكتب المدرسية اللي درسوكم وما إلى ذلك، ولا تمتوا إلى الإسلام بشكل عام بأية صلة. فألغوا العقل أصلا ليش؟ لأن الإنسان اللي عاقل والذي يستعمل عقله هذا الإنسان يفكر. وفي نهج البلاغة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يذكر في علة بعثة الأنبياء، لماذا الله بعث الأنبياء؟ وليثيروا لهم دفائن العقول. يعني هذا العقل كأنه مدفون تحت ركام من العادات والتقاليد والأغلال والإصر، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالأنبياء يأتون ويزيلوا هذا الركام حتى يخرج يظهر عقل الإنسان. ولذا في القرآن كثير هذه الكلمة مكررة، لآيات لقوم يعقلون، أفلا تعقلون وما إلى ذلك، وما يعقلها إلا العالمون. إذن علينا أن كل واحد من عندنا يحرك في نفسه عقله في كل شيء. طبعا هو أصل العقل موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكن يمكن تنمية هذا العقل بالعلم والعمل. مثل كل موهبة الله عز وجل منحها لأي إنسان. شوفون بعض الناس الله عز وجل وهبهم ذوق الشعر عند هذه الملكة، لكن يقدر ينميها بمطالعة الكتب الأدبية، بقراءة القرآن الكريم والتأمل في الأحاديث الشريفة، أشعار العرب، وأن يقول الشعر ويكرر ويجرب، يقدر ينمي هذه الموهبة في نفسه إلى أن يمكن يصبح من الشعراء الكبار. بعض الناس عندهم موهبة في جانب من الجوانب، مهارات جسدية، هذه موهبة. قبل فترة كنت أقرأ كتاب يقول سابقا كانوا يتصورون أن الذكاء
هو فد واحد يكون قوة الحافظة عنده قوية، فبعد ذلك يحفظ الأشياء كالبغبغاء، فيعتبر هذا ذكي جدا، في حين أنه في العلم الحديث اكتشفوا أن الذكاء 6 أصناف، من جملة الذكاء في الحفظ، من جملة مهارات الجسدية. بعض الناس عندهم مهارات جسدية، يعني واحد يدخل مثلا في حرفة نجار أو مثلا حداد أو كذا، يمهر في هذا الجانب يصير أفضل الحدادين أفضل النجارين، هذا عنده مهارة في اليد. أو الآن مثلا بعض الشباب موجودين في كرة القدم مثلا أو أي رياضة أخرى، بعض الأشخاص عندهم مهارة في أقدامهم مثلا، فلذا يصير مثلا أكبر نجوم كرة القدم، واللي زميله واللي يتعب أكثر منه يمكن ما إلى هذه المهارة. ليش؟ لأن هذا عند الذكاء في حركة رجلة مثلا أو إيدة أو في حركة بدنة أو في ركضة، هذا الذكاء خاص اللي هو في الأعضاء والجوارح، هذا أيضا نوع من الذكاء. ذكاء بصري، ذكاء سمعي، 6 أنواع من الذكاء. على كل حال، الإنسان يمكن أن ينمي عقله بالعلم والعمل، أصل الموهبة إلهية. يعني إذا واحد ولد مجنونا هذا ما يقدر يعقل، أو ولد قليل العقل أبله مثلا أو أحمق، لأن الحمق هو قلة العقل، هذا يمكن ما يقدر ينمي هذه القدرة فيه، لأنه أصلا هي بالأساس القدرة ما موجودة أو ضعيفة. لكن اللي عنده هذه القدرة الله وهبه، وغالب الناس الله وهبهم، يمكنه بالعلم والعمل أن ينمي هذه الموهبة. العلم معناه أن الإنسان لا يصرف كل وقته في اللهو وفي اللعب وفي مشاهدة التلفاز، وخاصة مع الأسف في هذا العصر الحاضر أي القنوات اللي موجودة والأفلام 24 ساعة وأكثر من 1000-2000 قناة، وكثير منها مدروسة، يعني تغرز ثقافة خاصة في أذهان المشاهدين وخاصة الأطفال. وبعض الناس شوف قضي كل عمره وراء التلفزيون، وبعدين شنو يستفيد؟ بس الإنسان لازم يرفه عن نفسه، ترفيه، ولكن كل شيء له حدود، الإنسان يحتاج إلى ترفيه مقدار من الترفيه. والإسلام لم يمنع الإنسان من الترفيه المشروع، ولكن كل شيء بمقداره، وكل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده. مو هذا الطعام اللي هو الإنسان إذا لا يأكل يموت وحاجة البدن إلى الطعام، أما إذا الإنسان أكثر من اللازم أكل وأصيب بالتخمة، الأمراض الكثيرة اللي يبتلى بها، وأكثر الأمراض من الطعام. حديث الشريف، وجف الطبيب إلى المدينة بقى سنة ما حد راجعه، وهو كان يريد يخدم المسلمين يعني بطبه، فأجى سأل الرسول أو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله، سأل أحدهما أنه أنا سنة هنا لا أحد يستفيد مني، قال إحنا عندنا قاعدة، تلك القاعدة نطبقها لذا لا نمرض، تلك القاعدة أنه نحن لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني لا نشبع بطوننا، ما تخم عندنا، لذا الجسم يأخذ من الطعام بمقدار اللازم اللي يحتاجه، أما إذا أكثر صار يصير مضر، كل شيء إذا جاوز حده انقلب إلى ضده. زين، في ظل هالمرفهات الكثيرة اللي موجودة وأكثرها لا فيها فائدة دنيوية ولا أخروية، وإنما مجرد قتل للوقت، الإنسان لازم يحاول يستفيد بالمقدار المشروع اللازم، لكن أيضا يصرف قسم من وقته في تحصيل العلم بالمطالعة. لازم يعلم الإنسان نفسه على المطالعة، وخاصة إذا الإنسان عنده أولاد صغار يعلمهم على المطالعة، يعني يشتري لهم كتب. أكو بعض الكتب اللي كتبت لأجل أطفال، يعني بشكل علمي مكتوبة، يشتري لهم يعلمهم على المطالعة، ومن شب على شيء شاب عليه. كل واحد من عندنا يسوي في بيته مكتبة
ولو مكتبة صغيرة حتى يستفيد في وقت الفراغ كذا، موجود كتاب طلع يقرأ، وخاصة في القرآن الكريم أكو تفاسير مختصرة ومفصلة مثل تبيين القرآن للوالد رحمة الله تعالى عليه، تقريب القرآن، كتب أخرى، تفسير سيد عبد الله شبر رحمة الله عليه، وكذلك في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يزيد علمه، وكذلك في العلوم الطبيعية والتجريبية وأي شيء آخر، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يعلمون. الآية الشريفة تقول وما يعقلها إلا العالمون، يعني لأنه عنده علم عقلهم يزداد، فيزداد العقل بالعلم هذا أولا، وثانيا بالعمل، لأن كثير من الأحيان الإنسان عنده العلم ولا عمل له، هذا لا يزيد العقل بل قد يضر. الحديث الشريف أيضا في الكافي الشريف، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو الإمام الباقر عليهما السلام يقول العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فيسأل الإمام يقول فالذي كان في معاوية، لأن معاوية كان عنده دهاء غريب والناس يتصورون له عقل كبير جدا، بحيث أنه تمكن 5 سنوات يقف أمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك أراد الحسن عليه الصلاة والسلام الإمام الحسن أن يحاربه فلم يتمكن، ومعاوية استولى على السلطة وأسس إمبراطورية 90 سنة حكمت، وطبعا هو كان مخلي أسس لهذه الإمبراطورية كان يمكنها أن تحكم 1000 عام لولا أن الله أضل عمله، فيزيد أجا خرب ما بناه أبوه. على كل حال، فيقول سألت الإمام فالذي كان في معاوية، معاوية كان عاقل جدا ولكن بعقله لم يكتسب الجنان ولم يعبد الرحمن. الإمام عليه الصلاة والسلام قال له تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بعقل، يعني الإنسان الداهية اللي يستفيد من دهائه فيما يضر آخرته هذا مو عاقل، لأن العاقل، العقل شنو هو أصلا؟ العاقل معرفة المنافع والمضار وفعل المنافع وترك المضار. إذا واحد وجد أمامه طعاما لذيذا جدا وهو جائع لكن يدري هذا الطعام مسموم، إذا أكل هذا عاقل؟ لا، مع أنه يلتذ بأكله، بعض أنواع السموم تأثيرها بعد ساعة أو ساعتين، هو جائع إذا أكل هذا الطعام، طعام لذيذ، يلتذ بأكله، ولكن لأنه يعلم بأن فيه سم بعد ساعة ساعتين راح يهلكه، إذا أكل من هذا الطعام لا يعتبر عاقلا. هذا معاوية لأجل ملذات 20 سنة 40 سنة زين جلب لنفسه لعنة الدنيا وعذاب الأبد في الآخرة، وهو من أهل التابوت 7 اللي يعذبون أشد أنواع العذاب، هذا عاقل؟ هذا مو عاقل، صحيح عنده دهاء لكن استفاد من دهائه فيما يضر، هذا مو عاقل. العاقل هو الذي يجلب النفع لنفسه، والنفع لا يكون إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى، يعني المقصود المشي على الطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في عباداته، في معاملاته، في آدابه الاجتماعية، في علاقاته مع الناس، مع عائلته، مع أبنائه، مع أبويه، مع إخوانه. إذا صدق الإنسان كان على الطريق الصحيح، شلون يكون على الطريق الصحيح؟ بعلم، أول يدري شنو هو الطريق الصحيح، وثم عمل يعمل بذلك، فهذا هو الإنسان العاقل اللي ينطبق عليه كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا غنى كالعاقل. مليارات عندك هذه ما لها قيمة، لأنه بعد أيام الإنسان يموت ويورثها لآخرين، هو في قبره يحاسب عليها والآخرون يتمتعون بتلك الأموال. إذا عند منصب بعد أيام هذا المنصب يسلب منه ولو بموته، إذا عند جاه بعد أيام هذا الجاه يسلب منه،
إنما الدنيا في شعر المنسوب لأمير المؤمنين، إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. لكن إذا اكتسب بعلمه أولا، علم شنو هو وبعمله ثانيا، اكتسب الجنان فهذا هو العاقل. والله سبحانه وتعالى يقول والعاقبة للمتقين. احنا علينا أن نصرف قسم من وقتنا في تعلم علوم الإسلام، علوم أهل البيت وعامة العلوم الأخرى أيضا، ما يفيد المعاش أو المعاد، ونعمل بهذه العلوم فنزداد عقلا. إذا ازددنا عقلا عملنا هم ثواب يكون أكثر، العمل القليل يكون ثواب أكثر من العمل الكثير. مثلون فد مثال، ما أريد أخذ من وقتكم الكثير، فد مهندس يجي نصف ساعة يشرف على بناء وقاعد في غرفة مكيفة، يعطى من الراتب أضعاف ما يعطى للعامل المسكين اللي من الصباح إلى الليل يشتغل في الحار. لماذا؟ ظلم هذا؟ لا، يقولون هذا المهندس إلى علم، وهذا يستفيد عضلاته، وهذا بعلمه يأخذ أضعاف مضاعفة مما يأخذ ذاك. الآخر كذلك، الإنسان بعقله إذا صلى ركعتين يأخذ ثواب يمكن أضعاف مضاعفة من واحد قائم الليل صائم النهار لكن عقله قليل، لأن الذي عقله قليل قد لا يكون على جادة الشرع، قد لا يكون عمله أصلا بالأساس صحيحا، باطل عمله كله من الأساس. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها